البيت مش بس حيطان وبلاط على كم سلم وبواب وديكور، البيت فيه نور، البيت فيه ذكرى من امبارح، وامبارح حاجة ما بترجعش. فيه ناس في البيت عاشت ماتت وبتنده واحنا ما نسمعش. البيت فيه ريحة من عمي، فيه لسه بحس بحضن امي. في البيت كان جده بيبارك، كتيتة تبارك وتسمي. الحوجة بتوجع ولكني مش صعب افرط في الذكرى. امبارح بيكمل بكرة، البيت مش مادة، البيت فكرة، والفكرة لا يمكن تتباع. العيلة في بيت تشبه مركب، له دفة وكام مجداف وشراع، فاحذروا بايديكوا تهروا شراعكم بالكيد والغل لبعضيكم، وبلاش الشحن في اطفالكم، فطهارة روحهم بايديكم. دي العيلة وده بيت العيلة، ودي هي الفكرة من الموضوع. انا عارف في بيوت من نيلة، فهشاور على وجع الموجوع. من الاخر كده كلكم مواجيع تشبهوا الفراخ، جت فرخة غريبة لعشتها، يتفرد الريش عايزاملة فراغ، وحريم متكادة في فرشتها. تنغيص تنغيص تفعيص تهجيص من كل حريم الدار كافة، إن كانوا اخوات ولا سلايف، نسوان مجنونة وخوافة، ورجالة عبيطة ومعذورة مش فاهمة ولا شايفة الصورة. فينام عادي ومراته مكسورة ومفكر كده يعني رجولة، يا عالم خايبة في سنة أولى. وياك لا تكون فاكر قصدي ان انت تفرح لمراتك وتزعل عادي مرات اخوك، او تكسر نفس اختك وامك. لا افهم يا ضنايا يا قلب امك، في الاول كده من حق البنت تخش البيت فيكون لها خاصة وخصوصية، مش جاية تكون زعافة على الحيط تتهزق وتنظف. هي البنت دي جاية عشان تبني وتعمر وياكم داركم، مش جاية عشان تخدم فمك والصبح تكون عاملة فطاركم. انتم قبلها كان طفحكم ايه؟ مش فاهم كان مين بقى يعني موكلكم، لما انتوا عشان جوزتوا الواد فرميتوا عليها بقى حالكم. مش كده ما يصحش بشويش، مش اكلة ونازلين تنتيش، هتموت البت دي مش هتعيش، ومفيش اسابيع وهتتطلق، ما هيعيش اللي يعيشها يفلق. افتح لي يا اخويا عينيك برق وما تستغربش اللي بقوله، ده بيت العيلة اللي بتبنوه حاجة اخص ومقلب وشربتوه، وعرايس شياطين حرنانة، وسلايف تعبانة مش تعبانة، حاجة رعب وكيد ولا كلمة حق ولا انصاف. لو شافت روحها من جوه والله تخاف، ما هي لما تربت ربوها انها معركة مين يكسبها، وان جالك فرصة تكيدي غيرك فياك ايديك بقى تسيبها. مش فاهمة الخيبة الخرابة انها بتدمر نفسيها، ده بيت العيلة مهوش غابة، والزرعة بايدها هتطفيها، والزرعة بايدها هترويها، والزرعة بإدنا هنرويها. ادوا البنات حقهم، اصلا ده هو حلمهم، يبقى ليها بيت وباب ملكها، ان شاء الله أوضة ملكها ما تتفتحش الا بعد اخد موافقة منها واذنها. مش هيصة هي ولا دي اصول ولا حقانية، والبنات فوقي انت رايحة تبني، طفي كيدك لاجل ولدك، طفي غيرتك لاجل سعدك. والامهات صوني البنية، كبريها، شايلة لابنك فتشليها حتى لو ما كانتش شايلة في بطنها. بيتك ده بيتها وولدك بتاعها، وارضك وحضنك حضنها. في النهاية العيلة نور وخير وحق، اسكنوا في بيوت كبيرة وما تقولوش للعيلة لأ، وما تقولوش للخلفة لأ، اعملوا عائلات يبقى ليكم الاحترام من الولادة
للممات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.